relationships of prokaryotics. هذه الرسمة متشعبة فتركوها فقط للاطلاع. السلايد اللي بعده يحكي عن النوميكيوليتر او هي التسمية الساينتفك نوميكيوليتر او هي التسمية العلمية. ساينتفك نوميكيوليتر هي يونيفرسال سيستم فور نيمينج اند كلاسيفاينج ليفينج اورجانيزم. حتى احنا ما نضيع ويصير كوميونيكيشن او تواصل بين العلماء بالعالم كله، فبدوا هاي الانواع اللي يطلعوها ينطوها اسماء وخلوا نظام للتسمية بحيث الكل تلتزم بيها وما بيها اي تغيير. فنشوف انه سووا يونيفرسال سيستم، يعني فد نظام عالمي ما نقدر نسوي بيه اي تغيير. حتى انتم تجون تكتبون بالامتحان لازم اذا عندك اسم علمي تكتبه اعتمادا على شلون راح نتعلم. هسه نكتب الاسم العلمي. Initially developed in the 18th century by Carl Linnaeus. يعني التسمية العلمية خلاها كارل لينياس بالقرن الثامن عشر. طبعا هي التسمية binomial nomenclature، تسمية ثنائية. إذا ناخذها بشكل مبسط نقول each organism species has a two part name. عدة الاسم راح يتألف من جزئين. Names are either italic or underline. شوف الاسم العلمي، اما نجي نكتبه بشكل مائل italic اللي هي موجود عندنا هنا على اللابتوب، نقدر نشوف انه نظلل الاسم من برا ما نكتبه ونعطيه italic. بس بالنسبة للي يمتحن بورقة ما يقدر طبعا يسوي، لكن لما نطبع فشي طباعة نكون نشتغل على الكمبيوتر نسوي italic او نسوي underline. أندرلاين إنه شنو؟ نخلي له خط، هذا الخط صار عندنا أندرلاين. فبالورقة من تمتحنون خلوا خط جوا الاسم العلمي، وطبعا يحاسب اللي ما يخلي خط جوا الاسم العلمي. الاسم العلمي يتألف منين؟ يتألف من أول اسم راح نسميه جيناس اللي هو الجنس. name always capitalized، أول حرف من عنده لازم يكون حرف كبير. always anon يكون اسم هو may use initial أو بادئة راح تكون بي. species name always lower case، يعني راح تكون الاسم الثاني species genus و species راح يكون الاسم الثاني هو حرف صغير وعادة adjective اللي هو الصفة مالته. اذا الاول اسم والثاني صفة، الاسم من هو genus والصفة من هي species. name are usually derived from Latin، عادة هاي الأسماء هي طلعوها أو نشأت من الأسماء اللاتينية أو الإغريقية، or may has in Latin's ending أو بها فد نهاية لاتينية. نعطينا هنا أمثلة، قالين homo sapiens. homo sapiens طبعا هو هذا سموا به الإنسان العاقل اللي هو إحنا بمرحلتنا هذه، لأن نعرف حسب علم التطور إنه الإنسان مر بمراحل عديدة لحد ما وصلنا إلى هذه المرحلة. كان آخر واحد هو النياندرتال، وانتقل بعدين من كانوا قبله طبعا يتغذون على النباتات ويعيشون عيشة تشبه الحيوان إلى أن وصل إلى، وطبعا الدماغ صغير وغيرها من الصفات اللي طبعا هذه عرفوها عن طريق الفوسلز أو نسميها المتحجرات، بقايا اللي موجودة أثناء التنقيب إلى أن وصلوا إلى الإنسان العاقل اللي هو إحنا نعيش به. فسموا هذا السبيشيز مال الإنسان أو الجينس اللي هو الهومو، والصفة مال السبيشيز هو سابينس. شوف من كتبه سواه إيتاليك مثل ما قلت لكم كتبه مائل، ورجع شنو سوى؟ ممكن انه الاسم الاول لما نجي نكتب فد ورقة علمية بالبداية اول ما نذكر الاسم السبيشيز لازم او النوع او اسم الكائن هذا نذكره نكتبه كامل حتى لا يصير اللي يقرأ يفهم هو وين قاري. لكن بعدين من نجي نكرر أكثر من مرة ممكن انه نستغني عن كتابة الاسم الاول، نكتب الحرف الاول كابيتال همينة مائل ونخلي نقطة، لكن الاسم الثاني اللي هو اسم السبيشيز لازم نكتبه كامل. وهنا نعطيني بنسلينيا ناتاتم نفس الشيء في ناتاتم، هذا طبعا فطر ينتج انتيبايوتيك البنسلين. كانس فاميلاراس اللي هو
طبعا الكلاب المحلية. هسه إذا نريد نسوي لنا فرد مثال ونكتبه إحنا حي، مثلا خلنا ناخذ فطر الكانديدا البيكانز اللي هو اليست، نقول كانديدا البيكانز. لاحظوا انه انا شنو كتبت؟ كتبت الاسم الاول، الحرف الاول كابيتا. خل اسوي لكم اياه بالاحمر حتى تشوفون التغيرات. اللي راح اسوي انه كلهم مائل. هسه اريد اختصره، اكتب بطريقه ثانيه صحيحه، لكن انه في حاله انه انا عرفت انه انا منو، انا جاي اشتغل كانديدا البيكانز، بعدين اكتب سي دوت البيكانز وهكذا. هنا نعطينا مثال تصنيفي، مثلا الاشريشيا كولاي او الاي كولاي، شوفوا كاتبها بالطريقة المختصرة. قايل الدومين هي مالتها بكتيريا، الكندم مالتها بروكاريوتك، ويراجع مكمل الفايليوم هي البروتيو بكتيريا، والكلاس هو جاما بروتيو بكتيريا، انتيروبكتيريالز الاوردرز، والفاميلي مالتها انتيروبكترياسيز، والجينس الاشريشيا، وبعدين السبيشيز مالتنا الايو كولاي. هذا الرسم فقط اطلاع، يعني ممكن اذا نكبره نعطينا هم نفس الشيء امثله. هذا حفظوه اللي مات الاشريشيا كولاي، مثل اقول لك اعطيني مثال تصنيفي، سوي الهيرارشي مال الهرم التصنيفي، وامطي مثال على كل جزء من الهرم. خذ لي هذا الايو كولاي وانطوني اياه كمثال، فحفظوا هذا التصنيف مالته. هنا هم معطينا مال الدوغ، وهنا البيكري ايست اللي هي ساكاروميسيس سلفيزيا، خميره الخبز، نعطيني هذه مال نبات، ونعطيني ايو كولاي وايلد روزز البلانت نعطيني اياه، ونعطيني فشوف نعطينا هنا. حتى لو اللي يحب واحد منكم يحفظ، ما يعجب ذاك حفظه، خلي يحفظ واحد من هذول وينطيني مثال عليهم. هذا مهم، خلوا ببالكم انه الهيراشي مهم والمثال عليه مهم جدا.